تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حقيقة أنا سعيد جدا في الصفحة اللي هي المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة، سعيد ممكن تعملوا عليها متابعة وإعجاب عشان تظهر لكم اللايفات دائما تاني إن شاء الله. أنا سعيد بمتابعتكم، سعيد بمواصلتكم، سعيد بالتواصل معاكم. كل عام وأنتم بخير، كل عام والسودان بلد يصدح بالحب وينضح بالسلام ويقدم يعني الخيرات للدول مقابل الخير، وأن تأتي الدول بخيرها إلينا كويس، بدل أن يكون السودان فقط هو ممرا أو معبرا، أو أن السودان مرتعا للعب المخابرات العالمية والمحلية وفسادا في الأرض وكلاما كثيرا. فبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان. أبو وعد يقول كل عام وأنت بخير، وأنت بألف خير. أحمد تيبين بيقول عيد مبارك عليك، عيد عليك جميل إن شاء الله يا رب العالمين. أهلا وسهلا بك، حياك الله أنين. طيب كلكم الناس اللي بتتابعوا البث الآن، لو الصوت عندكم واضح ورونا عشان نبدأ كويس. وشوف أنا داير أوريك قبل ما الناس تورينا الصوت واضح ولا لا، شوف الدنيا دي سنن كونية، الدنيا دي معتقدات وسنن كونية. خلاص من سنن الله الكونية العادية إنه بيحاول دايما يحسسك ويوريك الصح. شباب لايك شير، اللايك أسفل الفيديو على يدك اليسار تحت، المشاركة أسفل الفيديو على يدك اليمين، دوس على مشاركة دي، شارك في جروباتك على الأقل كلها الآن واللايف يكون شغال معك، دوس مشاركة. خلاص أعمل لايك أسفل الفيديو على يدك اليسار تحت، زايد ملصقات تمة. شوف حقيقة يعني الليلة بالنسبة لنا يعني العيد ده يختلف عن كل ما عرفته من أعياد. يعني جاني عيد أنا قاعد في المعتقل عيد الضحية 2018 عند جهاز الأمن، كان جاتني مناسبات راس سنة شنو كثيرة. يعني أنا كنت قاعدة في السجن في المعتقل في عهد البشير وفي العهد بتاع الحكومات الحكومة الفاتت القبل تحل أو ينقلب عليها كويس. بالتالي يعني كنت يختلف ليه يعني الليلة، يعني تخيل يعني تكبيرات العيد يعني كانت هي بتصبح من مسجد النيلين ومن مسجد السلاح الطبي جوا مساجده ومن مساجد الأحياء ببانت، كانت بتصدح على مسامعنا من داخل المستشفى بتاعت السلاح الطبي. أنا ومصعب جودة جلال بشارة فهمت، كلنا يعني كنا قاعدين، جودة يعني كلنا في الموضوع كاملا يعني كويس، الأسرة الأهل الزيارة كويس. يعني كانت حاجة أنا يلا بس ربنا داير يذكرني أنا برضو، وده يذكر مصعب ويذكر جودة ويذكر جلال وبشارة والأهل كلهم، وأي زول منكم بيدعو لربنا سبحانه وتعالى إنه الحاج ده ربنا يشفيه، ربنا قاعد يذكرنا إنه لما نيجي العيد يتذكر في ناس ما لاقين حق الأكل، يتذكر في ناس بيعيدوا والأجهزة مركبة في أجسامهم، يتذكر في ناس بقت ميؤوسة الحالة بتاعتهم. خلاص يتذكر إنه في العيد ده إنت يعني بتلقى ناس بأصنافهم بأشكالهم، لكن في ناس في معسكرات اللجوء النازحين، في ناس الحرب شردتهم بتاعت الجنين الأخيرة دي وكل الحروبات، في حرب ما قاعد تشرد هي زي ما حرب على شو. خلاص فبالتالي اتذكر الكلام ده كويس. العنوان يا أخواننا تشكيل الحكومة كويس، تشكيل الحكومة. وأنا قبلها دلفت بزيارة لسجن أم درمان، وحقيقة يعني استقبلنا السيد المدير العقيد اللي هو محمد عبد الله النور. محمد عبد الله النور ده في دفعته كده مشهود له بالكفاءة العالية جدا، مشهود له انه رجل ما ساهل ورجل حقاني، حتى الناس بتتحدث عنه رجل حقاني دايما كويس، من وقته الكام في محلية جيسان وغير. ان شاء الله حنتكلم عن نقاطه الايجابية، اي زول انا بلقى عنده نقطة ايجابية او نقاط ايجابية كان عسكري كان مدني بتكلم فهمت، ولا شنو يا مناضل العسكرية التي تمشي على قدميها، ها حياك الغمام حييتم. العنوان تشكيل الحكومة، يا سلام يا أخي المسألة دي مزعجة شوية حقيقة كويس. تلفون ده يا أخي كويس. تشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة اقترب وفضل الإعلان بتاعه بعد العيد ده حيكون إعلان الحكومة، وقبلها إعلان الجلوس مع الحكومة، حيكون في تفاوض جاي خلاص وصل التفاوض ده هسيو خلاص. يعني شفت ناس ولد لبات
قاعدته من المفوضيه الافريقيه قاعد هنا والناس ما بيوصل ايجاد كلامنا ما ساي كويس. وحتى زياره مالك عقاري تصدقت خلاص مش عشان يشارك في جنازه موي كيباكي او في مش يعني في الذكرى له ابدا. فهمت المساله؟ مساله كينيا انه ماشي لها كده، لا كينيا دي هي شنو؟ كينيا دي ما هي اكبر مركز دراسات امريكيه في الشرق الاوسط والافريقي هنا كويس. ما هي دي اللي قاعده تفرخ الاحزاب ذاتها، هي اللي فرخت، هي الحاضنه بتاعت حزب المؤتمر السوداني، هي الحاضنه بتاعت الحزب الجمهوري، هي الحاضنه بتاعت حزب البعث، هي الحاضنه بتاعت حزب الامه ايضا، هي دعم التخريج على النسق الامريكي في المنطقه. فبالتالي المشي هناك للترتيبات بتاعت المصالحه الجايه دي، المصالحه جايه كويس، حيكون في ناس ممثلين، حتشوفوا ناس سلك وناس وجدي او واحد منهم او اثنين حيجي يوقعوا على الميثاق ده مع حميدتي والبرهان والبقيه. اتذكروا الكلام ده. وحيتم جيبه ناس من لجان المقاومه. من لجان المقاومه كويس؟ في جزء من لجان المقاومه قدر يقعد معاهم او نقول في جزء قد يكون ما جزء ما لجان مقاومه. لكن المهم جايب التسميه دي على اي حال. كويس؟ حيكون كجسم قاعد موقع على الميثاق ده. وحتكون عليه الاحزاب. خلاص؟ والاسلاميين موجودين باحزابهم وباجسامهم وبكياناتهم. قاعدين في لب المساله دي. فهمت؟ متوهيطين ما قاعدين ساي. راقدين او قاعدين قاعده مريحه كمان. فهمت؟ اي نعم ما حيجوا الاسلاميين لا يعني حيجوك كده يعني 10% 15% 20%. فهمت؟ بيجوك بالنسبة دي كده. النسبة دي بيظهروا لك بها. كويس؟ فتشكيل الحكومة اقترب، تعلن المصالحة، حيعفوا عن المعتقلين، حيفكوا ناس من الحرية والتغيير، كويس؟ وحيفكوا ناس من هنا، الداعية أو الدعوة إن شاء الله إنه ربنا يفك أسر توباك، خلاص؟ ربنا يفك أسر ناس مصعب، والبقية كل الشباب ديل ربنا يفك أسرهم. اما بالنسبه للمعتقلين الحريه والتغيير اسي ما فكهم، لكن في زي عبد الله سليمان يعني شالوا الشلقباحه لما جو يطلقوا سراح الحريه والتغيير جاءت توصيه من فوق من فوق خلاص من الرجلين الاول والثاني في واحد فيهم جاءت توصيه ان عبد الله سليمان ده يقعد من دون الناس يقعد ده المقدم بتاع لجنه التمكين. يا اخي ده كان بيعوز في الارض الفساد، يا اخي ده كان طاغيه طغيان، ياخ ده كان متجبر تجبر اعوذ بالله. عشان كده السلطه دي السلطه ذاتها لما تديها لجاهل زي عبد الله سليمان ده والله يكرهك حياتك. فهمت؟ فكره المواطن وظلم الناس وطغى. هذه ان شاء الله ربنا يفك اسرك وان شاء الله تبقى لك نقطه بتاعت اعتدال، لانه يا جماعه انا ما بحب ادمر الزول بالمناسبه نهائي، برضه بترك له منفذ يعني انه ربنا سبحانه وتعالى يهديه به خلاص، وان شاء الله يعني تبقى لك نقطه اعتدال ثاني كويس. ونسال الله لكل الغلطانين هنا يا شباب الدعم السريع وحميدتي او حميدتي والدعم السريع. انتوا شفتوا المشاهد، انا ما قادر اتكلم، المصران ده يقتلنا كتل خلاص يعني. انا حقيقه المصران ده متعبني تعب، فيلا من بدايه الله انا معاني كويس. ما اعرف العنوان الثاني ادخل فيه ولا لا زاد الثالث كويس، لكن على اي حال حميدتي والدعم السريع. شفتوا الصور بتاعت العيد وشفتوا ناسه المشاليهم في كرري كويس ولا قري، والله انا ملخبط ما اعرف المشى قري بحري كده ولا كرري، زي الكرري تقريبا ام درمان هنا شمال ام درمان كويس. فشفتوا الناس الصلاه معاهم والخطاب اللي قدمه، وكان خطاب اقل هجوما من بقيه الخطابات، وهو ضامن المصالحه الجايه واقتربت خلاص كويس. اللي تاني ما في تاني مثلا روزنامه واحده كده اسمها الحريه والتغيير تستطيع انها تقصي كل الاحزاب، ولا يقدر المطور الوطني يقصي الاحزاب، ولا يقدر هكذا. فهمت؟ مصالحه جايه، والمصالحه دي الحل الوحيد والخطوه الاولى في سبل تحقيق السلام. انت مش قادر تحقيق السلام، السبيل الاول له انك تقوم تجيب المصالحه الوطنيه. فهمت؟ دي كنا بننادي بها من بدري خلاص. الان القصه بقت واضحه يا شباب، اسمعوا الكلام ده كويس. حكومة الحرية والتغيير الفاتت كانت مجهزة اليوم زي ده، وهسي جات. الخطاب بتاع حميدتي كان أقل هجوما عليها، لكن بالمقابل شباب صوتي ده واضح لكم؟ لو واضح لكم أي زول يعمل لايك شباب على يده اليسار تحت
يعمل مشاركة على السوليدي عندك اليمين زايد ملصقات. المشكلة ما فقط خطاب حميدتي، أنا دايما بقول لك أقرأ ما بين السطور وأقرأ حلل، ودايما وأبدا خلي أحمد الضي يديك كلام تحليلي كويس تستفيد منه وهو ذاته يستفيد منك ومن تعليقك، خلاص أفضل لك مما إنه يهاجم هجوم أشرس مما كان ويتم اعتقاله ولا اغتياله، أنت حتقوم ذاتك تجيف منه تاني لا هتقدر تسمعه ولو تاني بلين فيك. فيعني عشان القصة دي أفهمها بذكاء، السياسة كده خلاص، ما في فريق بيلعب هجوم الوقت كله، ما في فريق بيلعب دفاع الوقت كله. فيلا بالمقابل الدعم السريع هناك، الصورة الظهر بها ما كانت صورة عادية، هي كانت صورة بتاعت إظهار سطوة، هي صورة كانت بتاعت إظهار قوة، هي كانت صورة بتاعت يعني حتى أنا ما أعرف هل برهان لسه ما خاطب القوات المسلحة ولا شنو كويس، ما ركز الإعلام هناك كويس. والكلام ده يا أخواننا مش أنا بدعو للمشاكل لا، لكن أنا بلاحظ في شيء كويس، فما أعرف الصور ما كانت قوية زي ديك، يعني ما زي ظهرت عند ناس الدعم السريع كويس. فده ان دل بيدل على انه الاعلام ركز مثلا بجاي، ده ما دليل انه اتشاكل ولا كده، اتشاكل البلد دي بتخرب، فهمت؟ فيلا انا ما بتمنى حاجه زي دي اطلاقا. طيب الان الدعم السريع مش يتمدد، هو يكاد يكون في اخر مرحله التغلغل خلاص، يعني كمل مرحله التغلغل في الأراضي السودانية البيوت كلها كده في الحكومة في المؤسسات كده خلاص، الدعم السريع بقى مكتفي الآن ذاتيا كده، بقى صاحب الأمر والنهي كده، بقى حميدتي بيقول الكلام ده ما يمشي ما بيمشي، يمشي بيمشي كده، بيوريك إنه أنا القوة الأكبر عدديا ومن ناحية العتاو كده، بديك الرسائل دي كمواطن مش بديها للجيش، يعني كمواطن كمعارضة له أو ككده بديك رسائل انه انا قوي وانا قاعد، فهمت؟ هو مش قبل كم يوم قال عندنا مشاكل جوانا، في ناس بيخربوا لنا او في ناس قال بيروجوا فينا في الاشاعات، اتذكر الكلام ده كويس واتذكر لقطات الليله. اللقطات بتاعت الليله دي ما كانت قوات بتاعت رحمن، ما كانت قوات عاديه. ده كان حشد عرمرم. ده حشد كان بتاع الويه. ده حشد بيعمل فيلق او فيلقين. انت عندك الفيلق ده، عندك الكتيبه، خليك من الناس السريه والفصيله والجماعه، لكن عندك الكتيبه وعند فيها 500 600 فرد، وعندك اللواء اللي هو بكون فيه 2000 فرد لانه فيه اربع كتائب كويس، او 2200 ومرات اقل شويه او اكثر، نقول 2000 كويس. الفرقه فيها اربعه، الفرقه فيها اربعه الويه، ده معناه شنو؟ 8000 عدد الفرقه كويس. الفيلق فيه من 4 إلى 7 فيالق، بيختلف من دولة لدولة كويس. يبقى إذا كان هناك 8000 أضربه في 2، الناس اللي شفناهم قبيل ديل ما بقلوا عن 30000، ما بقلوا عن 50 70 100، ما عارفوا أنا كم. دي فيالق كبيرة، دي فيالق جيوش عديل وصلت خلاص، كان بيخاطب وبيبرز في القوة دي. عشان كده لما يكون هناك حميدتي كل الاطراف بتحاول انها تتواصل معه سياسي، يعني مثلا الحريه والتغيير، العساكر، الحركات بيحاولوا يصلوا للمنتهى بتاعه والرضا بتاعه، لانه كان قال لهم لا لا خلاص انتهى تاني الا كان يستطيعوا يقنعوه بطريقه ما، لكن ما حيقدروا يمشوا قرار. والله يا جماعه انا اقول لكم والله على ما اقول شهيد، والله ورب شوال هذا ما يحدث، والعبادة ما انتهت في رمضان يا اخوان، هوي ها واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لغاية ما نموت، فهمت؟ وما عندنا عمل صالح نلاقي به ربنا، نحن الشباب ديل، فهمت؟ فابهاتنا ادعوا لنا بالهداية لك الله، نحن والله نتمنى انه ربنا يهدينا، ما عندنا عمل، عشان كده الشعائر دي حاول يتمسك بها كويس، وحاول اقرا ونقرا اكثر عن الاخلاق وغيرها. فيلا بديك في رسائلي، واي زول شاهد القوة دي الليلة براو بيقول يا اعوذ بالله يا اعوذ بالله، يعني من كثرة الناس بيقول ده جو من وين؟ هم كانوا وين؟ كده. فده بوريك استعدادية قوات الدعم السريع الآن، ده بوريك إنه الآن أحكمت سيطرتها على العاصمة تماما والولايات. أنا بقول لك وللمرة الألف وتذكرها، وأنا لما أقول بقول لك لأنه أنت ذاتك بتقول لي في التعليقات بستفيد منك،
لكن وبستفيد منك، لكن بقول لك للتاريخ يتذكر الكلام ده. الان حميدتي ما قاعد يعاين في السودان، الان حميدتي ما مشغول بامر السودان، وربي شوال وربكم وربي رب الناس اجمعين، حميدتي بينظر على مستوى الشرق ووسط وغرب افريقيا، بيبحث زياده تمدده اللي اشتغل اصلا هناك، ها، وبيبحث عن تمدده في دول الخليج. خلاص انت والله 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 الان هو شايف السودان ده موضوع انتهى، خلاص استلمته، فضل هناك غرب افريقيا، ولو لقى ليه رئيس افريقيا ال 54 دوله الافريقيه ديل ما عنده مشكله، فهمت؟ ما عنده اي مشكله البته، تاني بيبقى، فهمت؟ فانا قاعد اوريك الطريقه العقليه بتاعت التفكير. العقليه ما عقليه بتاعت مهادنه في سلطه، ولا بيلعب معانا في سلطه، ولا حيضحك معانا في سلطه. الزول ده جادي، فهمت؟ جادي. اخوه عبد الرحيم ده فتح فيني البلاغ لما شاف كلامي فيه وكتر وانزعج من المساله دي، وما شاء الله يا اخي في اهل الخير، طبعا ما شاء الله يعني في اهل الخير والايمان، الايمان في ناس كده وفي ناس كده في الحريه والتغيير وغيره، معاف الله عنهم، فيهم تعافى الله عنهم، يعني والناس صديق بالذات، الله يهديه الله يهديه يا اخي، دي كادت كيد ولليله بتحاول تكيد كويس، الا ومتستر تستر غريب كويس، سكرتيرة عبد الرحيم وبتعمل نفيسة في لجان المقاومة في صفحتها، على اي حال كويس، كان في اهل الخير والايمان ديل كانوا بيقولوا لعبد الرحيم ده، قالوا يعني اقبضوا ان شاء الله ربنا بيجزيك الخير، يا جماعة يا ولد ماف ما برد تاني، انتهى خلاص، ده التلفون لايف ده انتهى ما برد كويس، المزيج خلاص، فهمت؟ فشكله زول بيسمع اللايف وبيزيج، على اي حال القصة في انه الوقت ذاك لما اعتقلوني شافوا كلامي ازعج، في ناس من الحريه والتغيير ومن الجماعه ذاته، في ناس من احزاب ثانيه، وفي ناس صحفيين بالمناسبه، فهمت؟ ديل ايضا يعني كانوا بيقولوا له من الخير انك تقبضه، فديل زي اللي قالوا شنو؟ سمعنا لما قصه سيدنا ابراهيم، انا ما بشبه نفسي به، سيدنا ابراهيم لا حول ولا تجنيت يا زول ولا شنو؟ فهمت؟ لكن سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء كويس، لا انا بسوق لك مثل، فهمت؟ ما اكثر يعني مثلا لما كسر الالهه بتاعتهم الاصنام، مش في واحد فيهم قال مش قالوا من فعل هذا بالهتنا كده، مش في ايه قال لك يعني واحد قال لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، شفت؟ ده اخطر من الفرعون ذاته، ده اخطر من الفرعون ذاته، ده اخطر من الطاغيه، فهمت؟ بتصاوت مالك هسه الصوات اللي شنو؟ فهمت؟ قلت له اسكت ساي مالك دخلك شنو هسه؟ فسمعنا فتى يذكرهم، في واحد كده بينبس فيهم اسمه ابراهيم، بيكون والله ده هو، فهمت؟ كده لما الرجل دارين يحرقوه بالنار يعني، الا رب العالمين اسكت قال له يا نار كوني بردا وسلاما، ما بردا فقط مش كده؟ على ابراهيم استحق يا اخي. فيلا ال 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 الان الناس زي لما الان اتكلمت عنهم شافوا الكلام ده بيزعجهم في السلطه يعتقلوني بدون نظام، اي زول يزعجهم في السلطه هيقبضوه، ودي سنه اي حاكم او اي طاغيه قاعد يتعامل بها، فبالتالي اتذكر كلامي ده كويس، اتذكر الكلام ده، والايام حتثبت لك، الايام بتثبت لك، حميدتي الان بعين غرب وشرق وسط افريقيا، شو انا مصر ما مخليني اتكلم كويس، ليكم التحيه الليله من الصباح جايين، فهمت؟ ليكم التحيه والتقدير، وكل عام وانتم بخير ومحبه وسلام ودعواتكم، والناس يا جماعه في ناس بتجي في المستشفى تحت، انا بيكلمون العساكر، بيقول لنا في شباب قالوا بعرفوكم من الفيس، جاي يكفروا للوالد، لكن ما يعرفوه قاعد وين، يا اخواننا في الطابق الرابع في علياء الغرفة 416 الطابق الرابع، لو سألت في الريسبشن في الطابق الرابع أي زول بيوريك كويس، أي زول بيقول له والله بشارة، فربنا ينعم عليه بالعافية أخواننا زيادة دعواتكم، وأي زول عنده أبوه عياني أيوة دقيقة يا أخي، والله والله كاد أن ينسينيها الشيطان، والله كاد أن ينسينيها الشيطان، فهمت؟ خلاص مرق الهوان، داري أعمل إزعاج للأمة يا أخواننا، في سوداني دقيقة عليكم الله، والله أنا ذاتي بقيت نساي نسيان، بعدين لا تجدعوني ذاته بقيت نساي نسيان كده غريب كويس، لو بتسمعوني لايك شير لايك شير يا شباب كويس، تحية للشاذلي والحارس، تحية لكم يا اخواننا، اذا بتسمعوني لايك شير، في نقطة مهمة دار اوصلها لكم الان، وصل لي سوداني قبل قليل، ولولا انها بتهم الامة لما كان قلتها او لما كان اهتميت بانه اذكرها، لايك شير يا شباب، النقطة دي مهمة خالص، سألتكم بالله النقطة دي لازم توصلوها،
لازم 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 كويس النقطة دي وصلوها. طيب ده سوداني انا حاول طيب خليكم معي لايك شير يا شباب. شباب زي ما قلت لكم لايك شير دي دعوة ده كلام انا كاتبه الان اقرو دار اثبت التعليق ده وينشرت. خليك من اللايك والشير. لا ما بخلي خليك كيف البسمة ما بيوصل هسي لايك شير. التعليق اللي انا مثبته ده شباب اعملوا عليه لايك. التعليق اللي انا مثبته ده المكتوب فيه والاسم ده اول حاجة مكتوب كلمة الاسم كويس اللي هو الاسم عبد الله. يا اخوان ده سوداني اتصل علي من السعودية وطلب مني انه يا اخي اوصل لكم الرسالة دي. ده زول سوداني مقيم في السعودية لقى اوراق رسمية بتخص احد السودانيين وهو داري يوصلها عبر البث المباشر وعبر اللايف. فعليكم الله ساعدونا بالبث واحد بيسلم مستشفى عليا. ايوه نعم ايوه نعم. طيب اسمه عبد الله ادريس محمد نور عثمان. محمد اسمه عبد الله عبد الله ادريس محمد نور عثمان. عبد الله ادريس محمد نور عثمان. اعملوا لايك للتعليق ده يا شباب عشان يوصل كويس. عنده اوراق بتاعت الاقامه واوراق بتاعت الرخصه اوراق الاقامه والرخصه خلاص. و و و الزول تقريبا المتصل اسمه حبيب الله صباح الخير فكاتب رقم الجوال بتاعه في السعوديه والتليفون عشان الناس تتواصل معاه لو في زول عرفه او اهل الزول. يا شباب شيروا اللايف ده لانه الكلام ده غادي يسمعه احد اهل الشاب ده كويس غادي يسمعوا احد اصدقائهم. فبالتالي هنا الوسيله بتكون سهله. بيلقى رقم الزول ده بس يضيف على 0962 عفوا اللي هو الرقم بتاع السعوديه. فبالتالي يا ريت اي زول يعمل لايك على التعليق المثبت ده يوصل الرساله. لايك شير يا شباب. اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت على يدك اليسار تحت اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين كويس. طيب قال انت بكلامك ده داير ترسل رسائل انه حميتي قوة لا يستهان بها وما في طريقة غير نقبل به كأمري واقع حتى بدون اي اعتراض لوجوده. استاذ ابو القاسم اولا شكرا لاسلوبك محترم ولو نغدت نقدك بناء. لكن يا استاذ الكريم انا قاعد اوضح بس انت فهمت رسائلي انه قوة فعلا بقى لا يستهان بها البتة وانه وراء روس واسرائيليين وامريكان كويس وبالاخص الروس والاسرائيليين كويس. وهذا الرجل بقى بالقوه دي لكن ما بيعني انه مهما بلغت القوه الزلمه بقول رايه يعني مهما كان وما ما 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 بيطرح رايه بقوه زي ما عايز فهمت. لكن انا بوري بس الوضع لانه في بعض الناس مغيبين عن الحقائق دي انت لو مدركه في ناس مغيبين عنها كويس. طيب التعليق ده يا جماعه عبد الله ادريس محمد نور عثمان اي زول بيعرف الزول ده يا جماعه في السعوديه واي زول بيسمع في رفقا برصيدنا يا استاذ اللبين رفقا برصيدك وبقلبك وبحياتك لكن وبسوداننا. لكن المشكله النقطه الاخيره دي مهمه خلاص فهمت. فيلا الناس في السعوديه المقيمين الزول ده فقد رخصته وفقد الاقامه بتاعته ده لو داير يطلعها عليه بيتعب ولا ما بيتعب؟ هل بيعاني؟ حيتم كم عشان يطلعها؟ يا اخوانا نساعد بعضنا البعض. والعصر ان الانسان اللي في خسر ده ربنا اقسم بالعصر. وقال الانسان دائما كلمه انسان دي هنا انسان دائما معاه مشكله دائما الا بني ادم يعني جات بعد التكليف لكن انسان لانه قبلها ما كان يعلم شيء غالبا فدبره ودبره في القران الكريم. لكن شنو؟ يعني ربنا اقسم والعصر ان الانسان لفي خسر عموما الانسان كده غالبه فهمت؟ إلا شنو جاب الاستثناء هنا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، أداك صفات محددة. فنتواصى على الخير يا إخواننا، نتعاون على الخير، أخوكم ده محتاج ليكم، اسمه عبد الله إدريس محمد نور عثمان، فاقد الإقامة والرخصة، والزول في السعودية ده أدعو له بالخير يا إخواننا، إنه ربنا يوفقه، يوفقه. قبل يومين ضرب لي واحد قال لي في زول رسل لي 20,000 في بنكك في حسابي وبالغلط. كويس قال لي لكن انا هسي يعني دايرك توصل رساله كان لكن بعد ذاك ما هنا
كويس يعني ما تواصلنا يمكن انا منتظر كنت واللي هو رسل واتساب ولقيته بعد يومين حاجه زي دي. فعموما داير يرجع ال 20,000 دي كان بكل امانه. فالسودان فيه الخير ده يا اخواننا خلاص. السودان فيه الخير يا جماعه فيه الخير كويس. فالزولكم ده اعملوا له لايك في التعليق المثبت ده كويس. كويس. القصه دي يا قاسم ما تغشوا الناس قصه انه زول عنده فقط تاتشرات ما بيقدر يسوي شيء. التاتشرات دي مع غازفات مع مضادات الحكايه ما لها بساي فهمت. والله لا قوم الحرب في البلد دي كان قامت بتحيل السودان ده نهاره الى ليل كويس. وكلنا خلف جيشنا الوطني كلنا خلف الجيش القومي الموحد خلاص. لكن صدقني الدعم السريع ما بيندمج لك في الجيش بس يتذكر الكلام ده. الدعم حيكون قاعد كده والجيش قاعد كده خلاص. بعد ذاك البقيه دي ممكن ينصهروا الا هو خلاص. فمجدي حسن قال لي ايوه بعاني معاناه شديده اللي هو بيقصد انه السوداني اللي بيفقد اوراق اغامته هناك. فشباب عليك الله ليكوا للزول ده. الزول ده شكله من السعوديه ذاته. وفي برضه عمر زكريا بيقول لي بيعاني والله خلاص. شايفين ديل الناس يلا جد هنا. فيلا يا ريت تنسخوا ذاته التعليق ده يا جماعه وشيروه في جروباتكم بتاعت الواتساب التعليق اللي انا مثبته ده خلاص. اسمه عبد الله ادريس محمد نور عثمان. يا ريت انسخ التعليق ده وارسله في جروباتك. جزاكم الله خير. وحبيب شكرا لك لانك انسان سوداني انسان مخلص وانسان نجي حقيقي يعني. لك كل الود والتقدير حياك.